شعب الإمام سريعا يا أحمد. اللهم ارضنا عن شيخنا المسلمين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الجامع شعب الإمام، قال فصل في الخطاب. قال أخبرنا أبو عمرو وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال فصل في الخطاب. قال أخبرنا أبو عمرو وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال الفريابي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وذكر السند إلى سجان. قال رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن سفيان. قال رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهما. قال وأخبرنا أبو زكريا وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقال أخبرنا أبو الحسن وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. الله قال أخبرنا أبو الحسن. وهذه فيها دلالة أن تغيير الشيب فيه احتفاظ به وفيه تبجيل وتكريم، تكريمه مع الاحتفاظ به. وذكر السند إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسن ما غيرت به الشيبة الحناء والكتم أو والكتم. وقال رحمه الله قال كذا قال أنس أنه لم يخطب وروينا عن غيره أنه خطب. قال وكذلك روينا قال أحسن ما غيرت به الشيبة قال أحسن ما غيرت به الشيبة الحناء والكتم أو والكتم. قال كذا قال أنس أنه لم يخطب وروينا عن غيره أنه خطب. قال وكذلك روينه عن الجويري عن ابن بريدة. وقال أخبرنا أبو عبد الله وذكر السند إلى أنس رضي الله عنه سئل عن خطاب النبي فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسي فعلت. وقال لم يخطب. وقال اختطب أبو بكر بالحناء والكتم أو والكتم. خطب عمر بالحناء بحتى. قال رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن خالد عن حماد. قال رواه مسلم عن أبي الربيع. قال أخبرنا أبو علي وذكر السند إلى أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع أبي نحو رضي الله عنه نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. وقال وأخبرنا أبو الحسن وذكر السند إلى أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل من هذا؟ قال ابني. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال فرأيته لطخ لحيته بالحناء. قال وروينا عن غيلان بن جامع عن إياد في هذا الحديث كان يخضب بالحناء والكتم وحديث أنس بن مالك أصح من هذا رضي الله عنه جميعا. قال أخبرنا أبو عمرو وذكر السند إلى عبد الله بن إلى عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله مخضوبا بالحناء والكتم صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه البخاري. وقال أبو بكر الإسماعيلي هذا لم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خضب ولعله لون بعده أو وضع في طيب فيه صفرة فغلبته. وقال أخبر أبو الحسن وذكر السند إلى جريج أو ابن جريج أنه قال قلت لعمر رضي الله عنه خلال رأيتك تصنعهن. قال وما هن؟ قلت رأيتك تلبس هذه النعال السبتية رأيتك تصفر لحيتك. فقال أما لبسي هذه النعال السبتية فإن رأيت رسول الله يلبسها صلى الله عليه وسلم ويتوضأ فيها ويستحبها، وما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. قال هذا عبيد بن جريج. قال وروينا عن ابن أبي رواد أو لا رواد لا أعلم. قال علي بن عمر مرفوع أنه كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورص والزعفران. كان ابن عمر يفعل ذلك. طيب ماشي أنهي آخر حديث. نعم. قال أخبرنا أبو زكريا وذكر السند إلى ابن عمر أنه كان يصفر لحيته بالخلوق ويحدث أن رسول الله كان يصفر. قال الشيخ وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الرجل عن التزعفر صح إسنادا والله أعلم، ويحتمل أن يكون النهي عن تزعفر في غير اللحية. فهنا فيها أمور. الأمر الأول في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما غيرتم بشيب الحناء والكتب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. وهذا فيه نوع التعبد هو الآن عند التغيير، يعني ليست هيئة فقط فنقول أنها هيئة من الهيئات لكنها هيئة تعبدية، لأننا نتعبد لله جل في علاء بالولاء والبراء أيضا، والتشبه بالكافرين نوع ولاء لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بغيرنا ليس منا من تشبه بغيرنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس منا من تشبه بغيرنا. فهذه نوع تعبد يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أننا نغير الشيء بتعبدا لله جل في علاه حتى لا نتمثل بهيئة الكفار، ولأن التشبه في الظاهر يسرع كثيرا إلى التشبه في الباطن.
فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب، وقال اصبغوا فإنهم لا يصبغون، وقال أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، وهم لا يفعلون ذلك. وأبو بكر الصديق كان أكثر ما يغير الشيب بالحناء والكتم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أكثر ما يغير الشيب بالحناء والكتم. وهذا فيه كما قلت ليس تغيير هيئة فقط للمنظر الجمالي، بل للتعبد أيضا لمفارقة ومباينة أهل الكتاب الذين كفروا ربنا رب الأرض والسماء سبحانه وجل جل في علاه. ورد أن عن أنس أنه نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتضب، وقال أن تغيير حتى الشعرات أولها بعضهم تغيير الشعرات إلى 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 الصفرة كان بسبب كثرة استخدام الطين. لكن عندنا القاعدة المثبت مقدم على النافي، ابن عمر رضي الله عنه أثبت أن السلام كان يخضب بالصفرة، ولذلك كان ابن عمر يلبس النعالي السبتية ويخضب بالصفرة أيضا، ولما سئل عن ذلك قال وأيضا وكان يهل في اليوم الثامن، فرفع كل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والإهلال بينه أن السلام قال لمن تحلل أن يهل في اليوم الثامن. الغرض المقصود أن ابن عمر أثري، وابن عمر الآن يرفع ذلك النبي، لما سئل عن السفرة قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يخضب السفرة، فهذا إثبات، فالإثبات أولى من في هذا الباب، الإثبات أولى من والله أنا أعجب جدا، والله أنا ما قرأت شيئا أعجبني مثل ما هذا. نعم أنا أحب للطالب العلم أن يكون قويا ألا تتميله الرياح، لكن كل ذلك عليك الآن يا شهادة، كل هذه الأدلة جاءت عليك، فجهز لنفسك وابدأ يعني قلب الأمر في رأسك حتى تأتينا بما هو قوي لنستسلم لك أن الأمر على الكراه. هنا الشيب تغييره على التعبد، ليست هيئة فقط، ولو قلت هيئة فقط يبقى إذن الهيئات تتصل في المنهيات إلى المكروهات، لكن هذه هيئة تعبدية، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلف تختلف قلوبكم، فأظهر أن الظاهر يؤثر في الباطن، يعني هذا أظهر الظاهر يؤثر في الباطن، أظهر أن الظاهر يؤثر في الباطن. فنحن نقول المسألة الثانية، نعم أم سلمة أخرجت يعني شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان مخضوبا بالحناء والكتب، فلا يقال بقى الآن أنه لا ما خضب إن الصفرة كانت للطيب، هو الحديث في مسلم بل في البخاري أخرجت شعرات ما 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 مصبوغة مخضوبة بالحناء والكتم، فهذه فيها دلالة أن المسلم قد تخضب بالحناء والكتم، والمثبت مقدم على النفي. الفوائد المستنبطة، نعم، من علم حج على من لم يعلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، تغيير الشيء بهيئة تعبدية وليست هيئة محضة للخلقة الفطرية بل هيئة تعبدية. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.